من كل قلبي عايز أشكر ربنا على الطريقة اللي استخدم بيها حلقات مدرسة المسيح لربح وتشجيع وبناء حياة الكثيرين بمختلف طوائفهم. لما جاء المسيح ودعا بطرس وأندراوس أن يتبعاه قال لهم كده: هلم ورائي فأجعلكما صيادي الناس. دعاهم أن يكونوا تلاميذ، وعدهم أن هو حيصنع منهم خدام حقيقيين يؤثروا ويربحوا الكثيرين لملكوت السماوات. أصلي أن ربنا يستخدم الحلقات اللي جاية دي تحت عنوان حياة الخادم لتصنع خدام حقيقيين بنعمة الله يعيشوا بأمانة لمجد الرب. آمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بكم في حلقة جديدة في رحلتنا حياة الخادم. ربنا بيدور على فعلة، وقال اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. في أبناء كثيرين لكن في خدام قليلين، ولو الأبناء كانوا أبناء بصحيح هيبقوا تلاميذ، ولو هما تلاميذ بصحيح هيبقوا خدام، هيبقوا خدام. كل حاجة بتوصل للتانية بس أعيشها. ناس كتير من البنوية للخدمة بدون التلمذة بكل أسف، فما كانوش خدام فعالين. وفي ناس ما عاشوش البنوية الحقيقية وبيخدموا ربنا مش ممتلئين بالحب، مش مليانين بالنعمة، مش منقادين بالروح، مش شايفين الحلم الإلهي، ما عندهمش دعوة، فالخدمة بقت نشاط. صح؟ صح، فمش مؤثر. شكل الدراسة اللي بناخدها دي بتحط نقاط على الحروف، بتساعدني لو أنا عايز فعلا أخدم الرب خدمة مرضية، لو أنا عايز أؤثر تأثير، لو أنا عايز أحقق قصد الله في حياتي، سيب ربنا يرسم الملامح ديت في حياتك. بنتكلم في الدراسة ديت في الرؤية. يعني إيه رؤية؟ يعني إيه ريفيليشن؟ يعني إيه ربنا يديني كخادم رؤية عنه وعن قلبه وعن مقاصده، ناوي يعمل إيه؟ ويديني دعوة. الدعوة ده دوري، ده دوري. يديني دعوة أتشارك فيها معاه في تحقيق هذا الحلم الإلهي. أنا مش هقوم بدور ربنا، اوعى، ما تقدرش، لكن أنت بتقوم بدور صغير بيسمح لربنا وبيديله الحق أنه يتدخل عشان يقوم هو بالدور العظيم اللي بيغير فيه تاريخ شعوب وملايين من البشر. آخر حاجة تكلمنا فيها زي بستقبل الرؤية ديت. لو أنا فعلا عندي أشواق حقيقية، لو أنا فعلا عايز أتشارك مع ربنا، لو أنا فعلا مش عايش لنفسي وعايش للرب وعايز أعيش لمقاصده وعايز أمشي في خط مستقيم وعايز البصلة، عايز البصلة، فاهمين؟ عايز البصلة وحلتزم بيها، ربنا هيعلن لي، ربنا هي. وربنا بيعلن بطرق مختلفة ومتعددة، لكن في الآخر أنا اللي بستقبل، أنا اللي بستقبل، بحط نفسي في موضع الاستقبال، I will receive، حيوصل لي الإرسال. واحد كده قال pregnant is the atmosphere، الجو محمل بالرؤى والأحلام. God is waiting for open eyes and ears، وربنا مستني عيون مفتوحة وأذان مصغية. أضبط الشانل، أحطها مع الموجة الإلهية، هستقبل الصوت والصورة. آخر حاجة عايز أتكلم فيها في موضوع الرؤية ده هو تحقيق الرؤية. أنا مش بستقبل حاجة عشان أنبسط بيها، أنا مش بستقبل حاجة عشان ألعب بيها، أنا مش بستقبل حاجة عشان أحط نشان على صدري وأقول أنا I'm a man of a vision، أنا رجل له رؤية وعندي حلم. لا، الرؤية بتقول بتغيرني، بتصبني في قالب آخر، بتشكل حياتي، لأن أول حاجة بتعيش جوايا. فأنا لما بشوف لازم تخش جوايا، لازم تخش جوايا، سميناه الحبل، الحبل. عشان كده أنا مش باخد قبة الشيخ وطير. وموسى مش مجرد بجد يا رب ورحت له يجري، لا لا، ده حوار طويل، حوار طويل بينه وبين ربنا، ومش يوم، لأنه أنا عايز اللي أنا شفته وسمعته ده يعشش جوايا، يمتزج بكياني، يبقى أنا والحاجة دي حاجة واحدة، مش أي وقت ممكن أسيبها على روق وكمل حياتي، لا لا لا.
زي الحبل، زي الطفل كده، جنين بقى عضو جوايا راكب في احشائي، بيمص دمي، بيتغذى عليا. واضح اللي بقوله؟ هي دي الخطوه الاولى في معرفه الرؤيه، هو الحبل بها. الحبل بها اكتر حاجه بيتحقق الحبل اني اصلي لها. يا رب اللي في قلبك ده اعمله، يا رب مشيئتك دي تكون، يا رب مد ايدك، يا رب شق السماء وانزل. فبصلي. شايف اللي ربنا قال لي عليه، وبصلي ان ربنا يعمله، وبصدق ان الصلاه ديت بتشق السماء، وصدق ان الصلاه دي بتخلي ربنا يمد ايده، وبصدق ان اللي انا بعمله دوت بيحول هذا الحلم الى واقع روحي، في الاول غير منظور وبعدين يبقى منظور. وانا بصلي كده بيحصل ايه؟ بشوف اكتر، وبشوف تفاصيل ما كنتش شايفها. وانا بصلي كده ربنا بياخدني تاني جواه، وبيعمق ده في احشائي، فبتسينك ان، بتدخل، بتنزل، بتعشش جواي. واضح الفكرة عايز اقولها؟ فانا خدتها على المرصد في الصلاة، لكن الخطوة الاولى والاخيرة قبل ان ابوح بها، وقبل ان اتكلم عنها، وقبل ما ازيط، وقبل ما اروح اسقف واعمل زنبليطة، انا على ركبي. وزي ما قلت، فاكرين ان الرؤية بتأتي بي على ايه؟ على اقدامي. اكتر مثالين عندنا نحمية ودانيال، مش كده؟ وصلاتهم الرائعة، صلاة دانيال وصلاة نحمية، اللي غيرت التاريخ، اللي حولت أشواق قلب الله إلى واقع عملي، وابتدت تاخد خطوات عملية لتحقيق هذا الأمر، مش كده؟ اتفرج على الصلاة دي، اسمع صلاة دانيال واسمع صلاة نحمية، وانت تشوف ازاي الناس دي صلت، مش عن نفسها، أثمنا وصنعنا الشر، ويتوب عن الشعب، ويبكي ويولول وينوح دي الصلاة. يا رب بجد أمين، هايل، بس ما تتأخرش، أستناك. هنتكلم عن حاجة تانية خالص. عشان كده مرة تانية الضلع اللي فوق ده، بالذات الركن ده بتاع الرؤية والدور الشفاعة، لازقين في بعض. فاكرين الأنجل اللي فوق ده، السهم اللي رابط الاتنين دول ببعض. الخطوة الأولى الحبل بها، الخطوة الثانية الصلاة والتضرع من أجلها. ثلاثة، ربنا عشان يوصلني للحلم ده لازم يعلمني السكة، بنسميها طرق الله. السكة منين؟ المبادئ إيه؟ السوفت وير الالهي، البرنامج الالهي. والايه دي جميله جدا، بتتكلم عن موسى. بيقول ايه؟ عرف موسى طرقه. بني اسرائيل شافوا افعاله، بس هو شافوا ربنا بيعمل ايه، شوفوا ربنا بيعمل ايه بس، خلاص. والشعب عايز كده، لكن القائد والخادم لا، هو مش عايز يتفرج ربنا بيعمل ايه، وعايز يتعلم طرق الله. وكاتب المزمور 25 بيقول يدرب الودعاء في الحق، يعلم الودعاء طرقه. السكة منين؟ بيقول كده، في طريق احكامك يا رب انتظرناك، الى اسمك والى ذكرك شهوة النفس. انا هستناك بس في سكتك. دايما اقول الحكايه دي، ما اقدرش استنى القطر في بيتنا، ما بيجيش بيتنا، هو بيجي في المحطه بتاعته. اروح في المحطه بتاعته بيجي، بره بيجي في الميعاد بالظبط، ما اعرفش في مصر بيحصل ايه، لكن بيجي يبقى فاضل لك كده، يقول لك فاضل 3 ثواني ونص مثلا، حاجه زي كده، فتلاقي القطر داخل. انا بستنى ربنا في طرقه، مش في طرقي، مش في مبادئي، مش بطريقتي. خلي بالكم الحكاية دي، علم موسى طرقه. دي دراسة كاملة احنا بناخدها في بناء الكنيسة وبناء الملكوت، بتكلم عن طرق الله، مبادئ الملكوت. اقرأ سفر الأعمال وانت تشوفها. سفر الأعمال
كله بيعلمنا إزاي الكنيسة الأولى دي مشيت في الطريق الإلهي لتحقق الدعوة الإلهية التي دعاها إليها. ففتنوا المسكونة بدون أي حاجة بقى، بدون أموال وبدون سلطة سياسية وبدون مباني، ما عندهمش مباني أصلا، ولا بيت الوادي ولا أصلا في كنيسة، ها؟ ولا 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 حاجة خالص. لكن فتنوا المسكونة لأنهم مشوا بالطريقة الإلهية، مشوا بالمبادئ الإلهية. خلي بالك من القضية دي في غاية الأهمية. هوشع 14:9، فإن طرق الرب مستقيمة الأبرار يسلكون فيها، أما المنافقون، بقيت الآية على فكرة، فيعصرون. يدرب الودعاء في الحق، يعلم الودعاء طرق. أربعة بشيلها جوايا، بصليها 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 بصليها، وأنا بصليها بتزداد عمقا جوايا وبشوفها أوضح، ببتدي أشوف تفاصيل، وبعين ربنا يبتدي يعلمني الطرق الأول قبل الخطوات العملية، المبادئ، مبادئ الملكوت. زي إيه؟ زي الإيمان. هتصدقني ولا لأ؟ طب لو صدقتني هتطيعني ولا لأ؟ روح لفرعون، لا روح له أنت الأول وبعدين ربنا روح له، ما هو يقوض علي، لا هروح لفرعون. فأنا صدقت وبعدين بطيع، بصدق بطيع، واحدة من المبادئ. وأنه عكس المنظور، كأنه يرى من لا يرى، فأنا بعمل ربنا بيقول لي عليه وبصدق وبحط ثقتي في ربنا وبؤمن بالمستحيل اللي ربنا بيعمله، عكس الطرق العالم أنه واحد واحد سوى اثنين. هنا واحد واحد، أنا وربنا أسوي ما لا نهاية، ما أسويش اثنين، لأن ربنا واحد بس واحد ما لا نهاية، فالحزبة مختلفة تماما، مش كده؟ وبعدين تيجي هنعملها ازاي، هنعملها ازاي؟ فربنا يقول له هنعملها واحد اثنين ثلاثة أربعة. طب الشعب ده هيصدقني ازاي؟ فيديله العصاية ويدخل ايده ويطلعها، عارفين تطلع برصاء وبعدين يدخلها تطلع، فاهمين؟ فبيديله حاجات عشان الشعب، فتروح تقول للشعب. طب انا ما بعرفش اتكلم، نعمل ايه؟ طيب هارون هيكون هو اللي بيتكلم النيابة عنك، انت تضع الكلام في فمه وهو هيتكلم عنك. طب مش عارف هنعمل ايه؟ طب اروح لفرعون ازاي؟ طب هات الشيوخ وروح بيهم وقدم الطلب ده لفرعون وشوف هيعمل ايه، فاهميني عايز اقول ايه؟ فربنا بيبتدي يديني التفاصيل. أهي أرسلني إليكم، اذهبوا اجمع شيوخ إسرائيل، تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر، ما تروحش لوحدك في الأول، لأنه قال هيقول لك إيش عرفك إن شعبك عايز كده؟ أنا معايا الشيوخ، هم الشعب عايز كده. فربنا عنده خطة، عارف تتعمل إزاي. لا اسمها لي بقى رب، أنا هضبها لك. أنا لا كبير عليك أو يا موسى، كبير أو عليك. طب قول لي بقى من دلوقتي لغاية الآخر. لا لا بقولها لك واحدة واحدة، دايما ربنا ما بيوري الخطة بيعملها إيه؟ خطوة 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 خطوة. ليه؟ لأن لو اداني السكة لغاية الآخر الخطوات كلها هسيبه وامشي، ما أنا عرفت بقى السكة. لكن طول ما انا بديهاني اعملها وبعدين اقف اقول له ها وبعدين، فيديهاني ها وبعدين، فماشيين مع بعض، ماشيين مع بعض. ولان الخطه مش بس اعمل ايه، ما هو رد الفعل الناحيه الثانيه هيتوقف عليه ايه اللي هنعمله تاني، فاهم؟ مش ربنا عنده بري يعني كده برنامج ثابت، هي كده تروح اي حد نوزعها على الناس، لا هي مش كده، ده كل ظرف وكل زمان وكل مكان وكل رد فعل لخطوة مختلفة عن الأخرى، فهمني يا أخو بقول إيه؟ بولس في فيليبي بيطلع الروح الشرير بيمسكوه ويضربوه هو وسيلة، كويس؟ ويترمي في السجن، وبعد ما الزلزالة تحصل والسجان يآمن هو أهل بيته ومساجينه وتحصل نهضة في السجن، وبعدين يجوا الولاء يقولوا طلعوه، يقول لهم لا مش هطلع، ده انا روماني واعتدي عليا وبدون محاكمه، علما طلعتش الباسبور ده ليه وما قلتش ليه امبارح؟ قلت ازور اخواتي او بعدين هم يجوا بقى ويعتذروا لي. مش كل مره كان بيعمل كده؟ مش هي نفس الحاجه، مش هي نفس الحاجه. المره دي بيقولوا ربنا خش معلش علقه تفوته لحد يموت، بس في شغل كبير قوي جوه، لكن مش كل مره هعمل كده،
الخطة متغيرة جدا. هو فهم ربنا انه يمشي من هنا لهنا لهنا لهنا، ماشي بحسب اللي هو ربنا بيقول له عليه، اهو متخيله هخلص اسيا، من اسيا هنزل على اوروبا، من اوروبا مش عارف هوصل لروما، من روما هوصل الى اسبانيا. فهو مش يجور ربنا ما حركه غير كده، جاي دخل اسيا قال له لا، دخل ميسيا قال له لا، وبعدين راح نط على اوروبا، وبعدين رجع لاسيا وميسيا. الله طب ما احنا كان نكمل كده من غلطي وبتاع، نخش على اسيا ونخلص بقى وتبقى اسيا الصغرى خلصت خالص ونقفل البتاع وبعدين نخش على اوروبا. انت مش عارف الظروف ايه، انت مش عارف ايه اللي مستنيك في افسس، دي ارتميس، دي مش حاجه كده في شهرين وهتعدي. ها كورنثوس مش حاجه سهله كده وهتعدي. ربنا اللي عارف الظروف، عنده خطه، عنده خطه. نحن عاملان، احنا مش بنعملها له، احنا بنعملها معاه. فرق كبير بين الرؤيه والدعوه وطرق ربنا والخطوات العملية. بس لازم كلهم دول يعملوا ايه؟ شوف خط واحد. يمشي في خط واحد. عشان كده في ناس ربنا عامل بيها حاجات كبيرة جدا. في كتار من المؤمنين ما حصلش. عشان في ناس وناس؟ لا. تختار المصدرة وغير الموجود. اختار الضعفاء واختار الجهلاء. أرجو نخلي بالنا من التسلسل ده لأنه بديع للغاية. أختم بالحتتين دول وبعدين أخذ أسئلة لحضراتكم. هناك فرق بين ثلاث دوائر جوه بعضهم. الرؤية العامة، العالم كله تمتلئ الأرض من معرفة مجد الرب. المؤمن الحقيقي مش بس مشغول بمدرسته ولا كليته ولا الشركة اللي بيشتغل بيها، مش بس مدينته لكن بلده. لسه عملوا بحث قريب في الكنائس وبعتوا لنا الاستبيان دوت ونزل في كريستيانيتي توداي النهاردة، ريري وريتاني عن رأيك ايه في الكنيسة، نحط علم بلدك ولا لا، يبقى علم البلد بتاعتك محطوط في الكنيسة ولا لا. اغلب الكنيسة مش حط العلم البلد، احنا مالنا احنا. اصل دوارة من فترة قلت لي لا العلم لازم موجود، احنا بنصلي لمصر، بنصلي لمصر، احنا موجودين من اجل مصر، احنا حلمنا مرتبط بالشعب اللي احنا عايشين فيه ده بكل فئاته. اخرك فين؟ اخر الحقيقي كمؤمن لازم يبقى العالم كله، العالم كله، لان ده قلب الله، البشريه، هو اب للبشريه كلها، فاهم؟ فانا شايف الرؤيه العامه، ربنا عايز يعمل ايه في العالم. يمكن ملياش دعوه ولا دور في الكبيره ديت، ويمكن يبقى ليا ديور. في ناس ربنا ابتدى يحركهم، بدل ما يكون في ده في مدينه بقت في ده بلد، بدل البلد بقى في منطقه، بدل المنطقه بقى مرسل للعالم، صح كده؟ زي بولس مثلا، وزي ناس نعرفهم في التاريخ. دي بس هي الرؤيه العامه جدا. وبعدين في الرؤيه، الرؤيه الخاصه المرتبطه بزمان ومكان. فربنا كلمني عن بلدي، عن مصر، فدي الحدود الضيقة، شعب، أمة، أدي حاجة مدينة، بس أدي مدينة. إحنا مش بنتكلم عن ربنا، أنا بتكلم عن رغبات شخصية. فدي اللي بنسميها الرؤية الخاصة، زمان ومكان، زمان ومكان، شعب وأمة في زمان ومكان. وبعدين ممكن ربنا يكلمني عن رؤى مرحلية، أنا هعمل كده الأول فصلي لده يحصل، وبعدين هعمل كده، وبعدين هعمل كده عشان الرؤية ديت الخاصة تتحقق. وبعدين ممكن ربنا يجي يقول لي على فكرة أنا أقصد البلد ديت لأن البلد ديت لها دور كبير قوي في المنطقة اللي موجودة فيها. وعلى فكرة بقى مش بس المنطقة، ده المنطقة ديت ربنا هيستخدمها بشكل خاص للعالم. حد فهم حاجة نقوله؟ حد فهم طب التطبيق العملي اللي بقوله؟
وده اللي ربنا قاله لنا. مش كل الناس بيبقى عندها الاتساع ده. مش كل الناس واقفة على المرصد من فوق قوي كده فشايفة الدوائر ديت. في ناس أخرها بتبقى الرؤية المرحلية. في ناس أخرها بتبقى الرؤية الخاصة للزمان والمكان. وفي ناس بتبقى قادرة تشوف الثلاث دوائر دول. دي جوه دي جوه جوه دي. ولما بفهم كده ببقى عارف معاني اللي بيحصل. وبقرأ أحداث التاريخ والزمان اللي بتحصل حواليا بطريقة مختلفة عن الناس خالص. مش عارف أنا واضح ولا بتكلم لوغاريتمات. في ناس بتبتسم وشكلها فاهمة وفي ناس حاسة هو أنت بتتكلم إيه بالظبط. ماشي أخلص وبعدين نسأل. في ناس الدوائر بتاعتها بتبقى أصغر قوي. بيبقى مكان عملي، كنيستي، منطقتي، المدينة. بس كل ما السكيل بيصغر بتاعي، كل ما الرسمة بتصغر بتاعتي كده، كل أنا مش بتحد مع الكل، كل ما صغرت ربنا، كل ما كلمني على قدي، لا ربنا عايزني يكلمني على قده ويطلب مني على قدي. فاهمين الفرق الاثنين؟ يكلمني على قده ويطلب مني على قدي. فالرؤية في الرسمة دي مش عجباني، مش عجباني، لأن ممكن تبقى الدائرة دي وتفضل الدائرة دي على الآخر. صغرت ربنا قوي. احنا قلنا أصغر حاجة هي مدينة، هي أمة، هو شعب، لأن إله الشعوب، إله الشعوب والأمم، هو إله الأفراد. بس هو زي الكنيسة، حلمي إن أسطول بارد يبقى فيها نهضة. هايل هايل ممتاز. وبعدين فالناس تسيب كنيسة وتيجي عندنا، فكنيسة تقفل. يا دي الخيبة، يا دي الخيبة، دي أحلام إلهية، دي أحلام شيطانية. غير لما يبقى أنا عايز الكنيسة في مصر تنهض، الكنيسة، ويبقى لو عندي بركة أبقى عايز أوزعها على كل الكنائس، لو عندي حاجة عايز أديها لكل الناس، لأني بخدم الملكوت مش مملكتي، مش مملكتي. واضح الفرق؟ مش خدمتي، مش مجموعتي، مش اجتماعي. كل ما بصغر الدايرة كل ما بطلع برا الدايرة الإلهية وبدور حوالين مين؟ نفسي. فالرسم دي خطرة جدا، إن الرؤية الخاصة تبقى مكان العمل، تبقى الكنيسة، تبقى منطقة، ده ضيق أفق. وممكن أتحبس في أي واحدة منها وما اطلعش للدايرة الكبيرة اللي هي دايرة الرؤية الحقيقية، المدينة، الأمة، الشعب. فهمني؟ اللي منها للعالم، لأن الله يريد أن يستعلن في كل العالم، لأن الرؤية الأصيلة اللي موجودة في الكتاب المقدس هي تمتلئ الأرض من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر. يعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا. ده اللي ربنا بيتكلم عنه، ده اللي بيقوله الكتاب المقدس عن رؤى إلهية أعلنها لعبيده، عن هو عايز يعمل إيه. مش الناس هتتجاوب ولا لا، هو عايز الكل يخلص، بس انت هتعمل ايه عشان تعطي فرصة لأكبر عدد يخلص. هو قال. فمش بيتكلم عن الدائرة الصغيرة دي، مش كده، بيتكلم على قده. ربنا بيتكلم على قده. اتمنى اني اكون حطيت يعني نقاط على الحروف. وبالتالي في الرسمة الاخيرة دي مهم قوي نبقى نشوف دي. في تحقيق الرؤية انا بستقبل، انا بحبل، انا بصلي، انا بتعلم طرقه عشان اسير فيها. تتعمل ازاي؟ وبعدين امشي في ايه؟ وبعدين تتعمل ازاي؟ احنا دايما اول سؤال بنساله ازاي؟ اعمل ايه؟ الخطه العمليه بتتوقف على الطرق الالهيه. لما بعرف السكه ببقى عارف اعمل ايه هنا واعمل ايه من هنا واعمل ايه هنا. فلازم يبقى عندي الاول بيسموها الاستراتيجيه، الاستراتيجيه الالهيه.
الطرق اللي هي احنا بنسميها الاستراتيجية اللي هي الطرق الإلهية، وبعدين الخطوات العملية والخطة واحدة واحدة هنعملها ازاي يا رب. فاهمين؟ فاهمين بقول ايه؟ الخطة لو بنغلط فيها it's okay لانها تتصلح، لكن لو غلطنا في الأخطاء احنا في الطرق احنا بنكسر الأعمدة، احنا بنكسر الأعمدة، احنا بنضل الطريق. لو الرؤية غلط احنا اصلا ماشيين فين؟ حاودين. فهمني؟ فالأهمية هنا، فهنا فهنا فهنا. لو كله مستقيم مع بعضه بيسرع ويأثر الطريق ويقلل الخسائر البشرية. طول السكة احنا بنخسر ناس، بنخسر ناس، مش بنخسر فلوس مش بنخسر جهد لكن الخسائر الكبيرة احنا بنخسر ناس كانوا ممكن يجوا للملكوت، بنخسر ناس خدعت من إبليس، احنا بنخسر أشواق قلب الله في ان اكبر عدد من البشر يأتوا الى معرفة الحياة وتكتب اسمائهم في سفر الحياة. واضح اللي انا عايز اقوله؟ عشان كده، عشان كده لو انا ابنه وبعيش في نعمة ربنا يسوع المسيح ممتلئ من الروح القدس في علاقة حقيقية مع ربنا شبعان وعارف انا مين ومش بدور حوالين نفسي، كل ده هيبقى اسهل قوي. لو النص ده متلخبط النص ده مستحيل. أتمنى أكون شرحت لحضراتكم القضية دي. أي أسئلة قبل أن نختم؟ طيب حضرة الأسيس، أنت قلت أن الرؤية واحدة لكن الدعوة مختلفة من شخص للتاني. طيب هل أنا كإنسان مش ممكن يكون اللي بيحركني ده أفكار أو رغبات شخصية ليا وأقول إن هي دعوة؟ صح. أفرق إزاي بقى؟ كويس قوي. أفرق إزاي ده كويس قوي. واحدة من اللي بيساعدني اللي بسميها دي ربنا دعاني أعمل كده ولا لأ هي الرؤية واضحة قدام عينيا ولا لأ. لأن الرؤية براية، براية وبتطلع منها الدعوة. الرؤية دي بتقول لي الدعوة دي اللي تخصني مني ولا منه. لو أنا مش شايف الرؤية والموضوع مش بيدور حوالين ربنا وبيدور حوالين الخدمة سهل قوي تبقى الدعوة دي أشواقي أنا الشخصية. فالدعوة اللي بتولد من رحم رؤية أضمن بكثير من الرؤية اللي اتولدت بلا رحم، بلا رحم. واضح بقول إيه؟ زائد وأنا عندي دعوة لازم الدعوة دي يحكم فيها الجسد اللي حواليه، يحكم فيها جسد حواليا لأننا جسد. فلما يجي يقول أنا ربنا دعاني أعمل كذا 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 لازم الجسد يقول أمين أو يقول لا لا. فلازم عندي مرجعية لأن دعوة دي هتاخدني في سكة وهاخد ناس معايا وهعمل حاجات. فاهم؟ فممكن أو تبقى من ربنا وربنا يستخدمني أوي، وممكن تبقى مش ربنا وألبس في الحيط وضيع ناس معايا. مظبوط؟ فعشان كده الجسد لازم يحكم في الدعوة اللي حواليا، لازم يقول امين ايوه ده صوت ربنا، ايوه ربنا عايز يعمل لك كده، او انت مؤهل كده، او ايوه ده الزمن بتاعك، ايوه. فهماني؟ لازم يعني تخيلوا ان مثلا في انطاكيا الكنيسه مجتمعه والخمسه القاده دول الموجودين اللي كان برنابا وشاول منهم، وبعدين شاول جاء قال ايه انا بقول انا زهقت انا حاسس ان ربنا دعيني اني اطلع على على في رحله تبشيريه الى اسيا الصغرى. طب استنى نصلي؟ لا انا هستناكم تصلوا. لا انا ماشي. غير ان الروح القدس قال للكنيسه افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما اليه. فخرج برنابا وشاول هما متاكدين ان الرب قد دعاهم لانه ما قالهمش هما، مع ان الدعوه تخصهم هما، بس قال للايه؟ قال للكنيسه. فارسل من الكنيسه ومن الروح القدس. وعشان كده يروحوا يعملوا ايه؟ يروحوا راجعين للكنيسه ويقولوا لهم الاخبار، وبعدين يطلعوا من الكنيسه وبعدين يروحوا راجعين للكنيسه. فاهمني عايز اقول ايه؟ الدعوة بالذات تحتاج تأكيد من الجسد، لأن يعني سهل قوي أسمع غلط لأنها مرتبطة بأشواقي ونفسي أعمله.
وبأحلامي الشخصية. الرؤية لا، لا تخص ربنا. الرؤية بيور، نقية، لأن ما فيهاش أنا، الدعوة فيها أنا. بالذات بقى لو مشروع حلو كده وبرق، وحبقى بقى مش عارف فنان ايه وبتاعه، وهطلع في التلفزيون، يعني فيها حاجات كده برقة، نفسي أبقى تبقى ده دعوة الله لحياتي. واضح؟ يعني واحد قال مش عارف ليه ناس كتير قوي ربنا بيدعوهم للكرازة في أمريكا، يعني فاهم، ما سمعتش حد يعني من المصريين ربنا دعاه الماو ماو أو تاو تاو أو حاجات زي كده يعني. فأنا بهزر مثلا، لكن يعني سهل الدعوة أخدع فيها. عايز حكم مين؟ الكنيسة. ميزة الرؤية ما فيهاش، وهي واحدة، فيا شايفينها يا مش شايفينها، فاهماني؟ سهل أوي نتفق فيها لأن هي حاجة واحدة، لكن الدعوة كل واحد لوحده، فمحتاج حكم الإيه؟ الجسد. تفضل. أنا بس في حتة كده شكلي اتلخبطت فيها، فكرة احنا دلوقتي قلنا الرؤية العامة اللي هو الأرض تمتلئ بمعرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر، وقلنا انه ممكن يبقى في رؤية خاصة اللي هي فكرة انه زي مثلا احنا هنا بنصلي لمصر. انا مش بقول انه الدوائر الصغيرة دي رؤية لوحدها، لكن على الأقل لا بلاش دي، نرجع ديك عشان خاطر تفضل. على الأقل الرؤية المرحلية اللي ملخبطاك، مش فكرة الرؤية المرحلية، فكرة انه احنا النهاردة عشان نوصل لرؤية الخاصة اللي هو مصر على سبيل المثال، ممكن يبقى في الطريق ربنا يبتدي بيا يقول لي بس انا عايز اعلن مجدي في وسط شغلك، بس مش هي دي رؤية، بس دي جزء من رؤية بعديها، او عايز اعلن في منطقتك ولحد ما نوصل لمصر. ودي المرحلية اهي. مش كده بيقول مرات ربنا بيوريني دي وبعدين يقول لي في حاجة قريبة هتحصل، صلي لدي، صلي لدي، لأن دي هتساعد إن أنا تفتح الجو لدي، فسمينا لي الرؤية اللي هي مرحلية. مش كده الرسمة دي أدق؟ ففي رؤية مرحلية، وفي رؤية الخاصة، وفي رؤية العامة. يعني حضرتك قصدك بالدائرة التانية هي فكرة إنه ما تحصرش وأقول إن رؤية هي مكان شغلي أو الرؤية منطقتي بس، إنه لا ده دي صغرناها خالص. لو ده آخرها شغلي ده تبقى على قدي قوي، ديت تبقى أحلام شخصية. أشكركم عشان هذه المتابعة. أنا عارف إن الموضوع ده مش سهل، مش عارف كم واحد هيطلع على مرصده ويراقب الرب ويمسك فيه لغاية لما تمتلئ عينيه برؤية تعيش جواه، تغيره، تمطه، تغير أولوياته كلها، تحدد مسار في الحياة ما بيتوهش، بوصلة عارفة طريقها. إلى أن نلتقي، الرب يديكم نعمة وبركة. آمين. مجد المسيح. عايز أشجعك إنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة. إلى أن نلتقي، ربنا معك.